الآن الأستاذ عبد القادر النايل المدون والناشط الإسلامي كي نأخذ رأيه حيال استراتيجية فرنسا المتبعة مع العالم الإسلامي الآن وقرارها الأخير المتعلق بإغلاق 7 مساجد وجمعيات إسلامية. أهلا بحضرتك يا أستاذ عبد القادر. أهلا وسهلا بكم مشاهديكم الكرام. أستاذ عبد القادر، كيف تابعت هذا القرار الفرنسي الأخير؟ من المعلوم تماما أن النظام الفرنسي لم يعكف إلا أن يكون متصدرا لمواجهة المسلمين والإسلام بصورة عامة في العالم، فهو يتحدى مشاعر 2 ملياري مسلم على مستوى العالم، وبالتالي إغلاق المساجد وهذا القرار هو قرار يؤكد على أنهم لا يتمتعون لا بالحرية التي ينادون فيها ولا بالديمقراطية التي يتبجحون بها، إنما هم حقيقة لا زالوا يعملون على إرهاب الناس وعلى مصادرة حرياتهم، وبالتالي يحاربون الدين الإسلامي دون الديانات الأخرى بشكل واضح تماما. وهذا لا يخفى على الجميع، لأن فرنسا هي من قادت 11 حملة صليبية على العالم الإسلامي، وبالتالي تعتبر نفسها من حراس المعبد. ولذلك هذا الرئيس ماكرون المريض نفسيا يعني يعتبر من هذا الاتجاه الذي يدفع باتجاه استهداف المسلمين، وبالتالي هذا القرار له تبعات خطيرة على السلم الأهلي داخل فرنسا وخارج فرنسا إذا لم يكن هناك موقفا جادا من الشعب الفرنسي أولا، وثانيا من كل الاتحاد الأوروبي ودول العالم، لأن هذا القرار يتنافى تماما مع ما يجري في العالم. هناك في العالم العربي والإسلامي هناك حرية أيضا للديانات، فالكنائس موجودة في مصر، دليل واضح وصارخ على أن الشعب المصري كيف يحترم رجال الدين وكيف يحترم الكنيسة وشعائر المسيحيين والنصارى هناك، وبالتالي عليهم أن يحترموا هذا الاحترام المتبادل بطريقة واضحة تماما، وأن يرفضوا هذه القرارات العنصرية والقرارات التي حقيقة هي إرهاب واضح تماما، إرهاب فرنسي يعني يستخدم ضد المسلمين، لأن المسجد له قدسية لدى المسلمين، وبالتالي ينبغي أن تراعى هذه القضية.